التواصل يستمر مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء، والتحية متجددة بحضراتكم من جديد. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الرابع الذي يضم نخبة من الجعدان. نسير ونتابع المقدمة والبداية الأولى، وهنا في المركز الأول ياتي شاهين سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي في مقدمة الشوط، وفي البداية المركز الثاني ياتي شاهين مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي، والمركز الثالث راقب هنا الوصول من الشبابي سعيد بن سالم بن حمد العويسي. المركز الرابع يتقدم الآن، ياتي مع المركز الرابع. في هذه اللحظات نراقب الوصول في هذه الاندفاع والمنافسة الجميلة. ياتي هنا والم سعيد بن محمد بن مرخان، لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى الشبابي، إلى الشبابي ما شاء الله يقدم أقوى ماركات، يقدم أقوى السلالات، يقدم أقوى السلالات. أبو سالم سعيد بن سالم بن حمد العويسي روح للمرة الثانية، وسهيل بن عبيد بن يميع قادم بشاهين، شاهين قادم بقوة. الفوز وين؟ مع الشبابي أم شاهين؟ بن يميع ولا العويسي؟ الفوز الفوز شاهين، الشبابي الشبابي وشاهين، شاهين والشبابي. يا من منافسة، يا من منافسة، الأمتار الأخير الشبابي الشبابي للمرة الثانية للمرة الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم بن حمد العويسي على فوز الشبابي المركز الثاني. وصل شاهين لسهيل بن عبيد بن يميع، المركز الثالث شاهين مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء لثلاث المراكز الأولى. نعود بالتهنية والناموس لسعيد بن سالم بن حمد العويسي. التوقيت الزمني عطنا دقيقة وستة واربعين ثانية. تهانينا والناموس على فوز ولد الشبابي للمرة الثانية لهذا الشعار، وسلام يا سالم عرب لك التحية على هذا الفوز وهذا الانتصار. اسعدت صباحنا اهالي بدية على تألق عيال الشبابي مع ايضا سعيد بن سالم بن حمد العويسي. تهانينا والناموس للجميع.